بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي راح تكون إن شاء الله محاضرتنا الأخيرة في مادة Distribution Systems. طبعا هنا شباب إنه الخطوط 33 كيلو فولت أو أقل، بعض المدن يعني تعتبر 132 كيلو فولت أو أقل، هاي تصنف الشبكات مالتها على أساس إنه Distribution System، باعتبار إحنا عندنا نظام التوزيع generation، بعدين يكون transmission line، بعدين distribution. فالترانسميشن لاين بعض الدول تعتبر انه الترانسميشن لاين اللي فوق 33، اللي هو بالعراق مثل 132. بعض الدول تقول لا، انه فوق 132 هذا ترانسميشن، ال 132 واقل يعتبروا distribution system. طبعا هنا ايش عندنا، ايش راح يكون عندنا، انه sending end power and receiving end power is not same. يعني احنا جهة الإرسال القدرة مو نفسها الاستقبال. يعني مثلا أوضح لك الفكرة أفضل، أنا من أولد الطاقة أولدها مثلا من جنريتنج 11 كيلو فولت، لكن من أستقبلها بالنهاية نهايتها راح توصل ل 400. يعني ما أرجح أنه 11، وإنما أرجح للمستهلك اللي هو 400 فولت لاين تو لاين أو 230 لاين تو جراوند. طبعا الفولتية في كل نود اللي هي قلنا سولفناها سابقا هو لود سنتر بوينت، وكذلك القدرة الباور فلو، القدرة المنتقلة من نود الى اخر راح تكون مختلفة، لانه قلنا احنا كل عقدة انه ابو ستيب باي ستيب، انه الفولتية ارفعها ستيب باي ستيب وانزلها، كذلك انزلها من 132 الى 33 الى 11 وبعدين الى محولاتي 400. فالفولتية كل ما تختلف معناها انه خسائر القدرة راح تختلف عندي. طبعا النقل والديستريبيوشن راح يحتاج الى كيبلات، هاي الكيبلات او اسلاك النقل تكون اما اندر جراوند كيبلز اللي هي تكون دفن، يعني كيبلات اللي موجودة شلون واحد يجر من العمود للبيت كيبل هذا، او تكون الاوفر هيد لاين. الاوفر هيد اللي هي الاسلاك اللي التوزيع القديمة اللي هي عارية من العوازل اللي ممكن انت اذا تلامسها تكهرب، لانه الكهرباء ما تعال، وهذا النظام القديم اللي كان مستخدم في التوزيع بالعراق. الاندرجراوند يعني نادرا يستخدم بالترانسميشن لسببين، طبعا احنا جاي نحكي عن ترانسميشن مو ديستريبيوشن. ترانسميشن الوفيات ما تعالي، يعني توصل الى 400 كيلو فولت في نظام العراق، وتوصل الى مثل مصر 660 كيلو فولت، ودول تصعد اكثر من هذا الشيء. شنو السبب انه نادرا نستخدم الكيبلات الدفن اللي هي الاندر جراوند؟ سبب يعني السبب الاول انه اني من يكون عندي مسافات طويله حتى يوصل للحمل، الكلفه شبيهه مع الاندر جراوند راح تزداد very heavy، فالكلفه راح تكون جدا باهظه، وهذا شيء ما يصرف. السبب الثاني هو عامل اقتصادي. شلون عامل اقتصادي؟ خلولة هي انه مكلفة، نقول لا، هاي مو انه مجرد انه طول مسافة الكيبل انه تكون اغلى من العارض، وانما هنا راح يكون العامل الاقتصادي انه صعوبة التنصيب. صعوبة التنصيب لانه تعرف انه هذا يحتاج لحفر، ويحتاج لانه حماية من المياه الجوفية وغيرها. هنا شنو بعد انه هنا بالأسلاك اللي هي تكون بالجو يخلي مسافة ما بين سلك وسلك، يعني ما حسب الجهد، مرة تكون إنه المسافة 80 سنتيم، مرة متر، مرة متر ونص، حسب الستاندرات لكل دولة ستاندرد. فأنت من تجيب كيبل، ثلاث كيبلات، يعني كيبل واحد بيه ثلاث موصلات العفو، فهذا الموصل راح يكون واحد على الثاني بينات عازل بسيط. إذا كان هذا الجهد ترسل بيه 400 كيلو فولت، يحتاج لك جيجيت عازل، بحيث انه يعزل لك ما بين انه كيبل وموصل وموصل داخل كيبل. فهذا العازل انه صعوبة اقتصادية انه تيجي تصنع هيك عوازل. هي يعني بالفلوس كل شيء يصير، يعني اللي عنده فلوس كل شيء يسوي، بس هي انه القضية شغلة اقتصاد، كوست، المهندس يبحث عن الكوست كله. فلذلك لا تفضل، هذا السبب الثاني انه شغلة العوازل، بالما ارتفعت الفولتية انه يحتاج لعازل
أكثر لازم حتى أقدر إنه أرسل. طبعاً من أجي أحكي على الأوفرهيد لاين، هنا لازم من الصممة تلتزم إنه بأقصى الظروف الطبيعية، شروط الطقس يعني حسب المنطقة، أنت تعيش في منطقة لها زلازل تختلف عن المنطقة هذه، تعيش في منطقة لها فيضانات تختلف، يعني هذا إنه القاعدة مالته والتثبيت يكون إنه هاي يراعي كافة الظروف الطقس المحيطة والتأثيرات الخارجية. طبعا إنه عندي إنه use of proper mechanical factors، العوامل الميكانيكية مهمة هنا ليش to of safety in order to ensure the continuity of operation in the line، يعني هنا من أجل إنه أني أوفر خدمة مستمرة بهذا الخط يحتاج إنه شو يستخدم proper mechanical factors، عوامل ميكانيكية مناسبة حتى أقاوم the worst probable weather، يعني أسوأ الظروف مال الطقس. وهسه راح نجي إنه طبعا هذا الشابتر شباب هو يميل إلى إنه يعني الجانب الميكانيكي لتنصيب الخطوط، سواء كانت إنه الأوفرلاين الأوفرهيدلاين أو الأندرغراوند، يعني مو الخصائص الكهربائية، باعتبار الخصائص الكهربائية مال 3 فيز ونقلها المفروض تماثلينها بالترانسميشن لاين في المرحلة الثالثة مادة القدرة. شنو المكونات الرئيسية للأوفر هيد لاين؟ عندنا عدة مكونات حتى يكون انه العمل ناجح سكسسفل اوبريشن للأوفر هيد لاين يعتمد على امور. شنو هاي الامور؟ اهمها الميكانيكال ديزاين اوف ذا لاين حتى اقاوم اسوأ ظروف مال المناخ. هاي العوامل الرئيسية خمسة. أول شيء الكوندكترز، الكوندكترز اللي هو الموصلات اللي تحمل القدرة من السيندينج إلى المن إلى الريسيفينج، الإرسال إلى الاستقبال محطة الاستقبال. بعد السبورت اللي هي هاي الأسلاك اللي خليتها غير أكو دعامات إلها، يعني قماء اشمر ما كان هي هو سلك هوائي قماء اشمر على الارض، فيحتاج الى بولز اعمده او تورز اللي هي الابراج حتى انه يحافظ على الكوندكترز بمستوى معين عن سطح الارض. طبعا كل شبكه عندنا ستاندرد الارض، مثلا شبكات التوزيع مال بيوت 400 ايش قد ارتفاع العمود المفروض يكون، يعني اقل ارتفاع عن مستوى سطح الأرض، عن مستوى الأرض في كل منطقة. بالنسبة لل11 مش قد الارتفاع، ال11 لازم يكون أعلى من خطوط ال400، ال33 المفروض يكون أعلى كذلك، إنه بعدها عن الشارع، بعدها عن المناطق السكنية، ولو إحنا هاي كثير من الأمور مرات تكون تحصيل حاصل غير يعني غير ملتزم بيها، وإلا تيجي تشوف مثل خط بال 33 بالجزرة الوسطية منصوب نص الناصرية، يعني للعلم. بعد عندنا العوازل، لأنه ما معقول أنت عندك عمود، العمود موصل حديد، وتجي سلك شلون تربط السلك على العمود، يعني لازم أكو فد عازل بين السلك وبين العمود، فانسليتر لازم يكون موجود. كروس أرمز، الذراع اللي هي يقاطع العمود، انت عندك عمود هيك عمودي فهو ما تربط مباشرة، اكو قاطع يصير عرض، يعني اللي خلنا نشوفه هنا حتى ليش تعب نفس، هذا الحديدة هاي العرضية، هاي الحديدة العرضية، هذا الذراع اللي هو كروس أرمز يسموه. ذن العوازل، هذا العمود اللي هو السبورت. نرجع، فإذا أنا أحتاج إلى موصلات، أحتاج إلى دعامات، أحتاج إلى عوازل، أحتاج إلى الحديدة هاي العرضية اللي قلنا كروس أرمز، وأحتاج إلى معدات متنوعة راح تكون أيضا. شنو مثل هاي المعدات؟ مثلا مانع الصواعق أحتاج، أسلاك أحتاج. زين الـ continuity of operation حتى أضمن أنه الاستمرارية في العمل أعتمد على يمن على أنه هاي المكونات اللي هو هاي المكونات بأجمعها هي راح تضمن لي انه استمرارية العمل من عدمه في هذا الخط.
الكوندكتر ماتيريالز. هسه نجي للموصل، يعني الكوندكتر اللي هو العنصر الاول راح يجي يتطرق هذا البحث انه هذا العنصر يفصله وهذا يفصله وهذا يفصله وهذا كذلك وهذا كذلك. فناخذ هسه العنوان الاول، هذا يعتبر اهم عامل important items، عامل مهم، لانه proper choice of material and size of the conductor of the crucible يعتبر اهم عامل، انه انت شلون تختار الحجم مال الموصل مالك، وعندك انه الماتيريال اذا تختار الترانسميشن او الديستريبيوشن يخضع لعده خواص. اولا انت وين تريد تستخدمه، تستخدمه بالتوزيع، تستخدمه بالنقل. للتوزيع شنو طبيعه البوتيه، منطقه سكنيه لو منطقه صناعيه، فاكو عده عوامل. هاي الكتريكال كوندكتيفيتي، التوصيلية الكهربائية تكون عالية، الشد عالي، قوة الشد، لأنه أنت هذا السلك كل ما يتعرض إلى حرارة راح يتمدد، وبالتالي أنت من مثلا أنه نصب الأعمدة، هسه احنا نشوف أنه بالمناطق السكنية ما بين عمود وعمود يخلون مسافة 22 متر، 22 أو مناطق 25، هاي بالنسبة للخطوط الـ400. إذا تنتبه للخطوط مال 33 تشوف مثلا توصل المسافة إلى 50 متر، من يوصل إلى خط 132 تتجاوز المسافة 100-120 متر، لأنه هاي الأبراج مكلفة، يعني مو مزاجية هي القضية، مكلفة يحتاج أكو ستاندرات عالمية، وارتفاع الساند العمود الساند يرتفع كلما زادت الفولتية. ف ما بين عمود وعمود الصور عندك 100 متر، فهاي انه الشد من الجانبين، انه يكون الشد للعمود الاول وشد للعمود الثاني، فانه يكون يتحمل قوة الشد. الكلفة مالته كل ما تكون قليلة تكون افضل، خصوصا اذا استخدم المسافات الطويلة. ولو specific gravity so that weight per unit volume is small، يعني هنا الخفة مال الوزن انه كل ما يكون خفيف افضل، لانه اذا هسه راح نجي انه للانواع راح نشوف المشاكل اذا كان ثقيل. كل هاي العوامل اللي موجوده بين العوامل الاربعه مستحيل تلقاهم في عنصر موصل واحد، يعني ما تروح للنحاس تلقى في بعض العناصر موجوده البقيه ما موجوده، تروح للالمنيوم نفس الحاله، فهاي مستحيل تلقاها. اذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي شلون خلطه ما بين الكلفة وال required electrical mechanical properties، يعني يشوف الكلفة هنا يقدر انه يتحمل الكلفة مال الشراء لو لا، بالمقابل المواصفات الكهربائية وش يريد ينقل، يا جهد يوزع، يا جهد الموقع مال الجهد انه منطقة ريفية لو منطقة مال ولاية مزدحمة، فهي يكون انه ياخذها بالحسبان. وكذلك العوامل الميكانيكية، يعني طبيعة هو يريد ينقل خلال نهر، يريد ينقل خلال سكة حديد أو غيرها. طبعا هنا الكوندكتر اللي موجودة عندي أنواع، خمس أنواع، اللي هي النحاس، الألمنيوم، ستيل كورد ألمنيوم، يعني القلب ستيل لكن الأسلاك المحيطة به هي ألمنيوم، وغلفنايزد ستيل. غلفنايزد ستيل شباب هو نفس المادة إذا انتبه لل نانير، ولو هسه ما حد يستخدمها الناس انه يجيب خبز جاهز من الافران، هنا من المخابز، هنا الجلفنايزد ستيل النانير اللي موجوده بالسوق يصنعها من الجلفنايزد ستيل والكادميوم، كادميوم ونحاس يحطون او ينحاس. طبعا الاختيار الصحيح للموصل يعتمد على من، على الكلفه ايضا، وانه الكهربائيه اللي مطلوب هو الميكانيكال بروبرتيز، نفس الاختيار هنا انه اختيارك الصحيح او الخلطة، قلنا انه يعتمد عليه من الكلفة والعمل الكهرباء والخصائص الميكانيكية. نجي هسه للنوع الاول اللي هو الكبر. الكبر اللي هو يعتبر موصل مثالي. ليش يعتبر موصل مثالي؟ لانه الكهرباء الهاي كرنت دنسيتي، الكثافة التوصيلية ما تكون جدا عالية، هاي الكتريكال
conductivity and degree tensile strength. والشد مالته يكون ايضا يتحمل شد من الطرفين، فلذلك يكون جدا مناسب. فهاي الالكتريكال. وكل ما زادت التوصيه شباب، اذا انا اريد انقل مثل 10 امبير، من اريد انقلها بسلك نحاس يختلف عما انقلها بسلك الالمنيوم. السلك الالمنيوم يعني اذا نحاس ال 10 امبير مثل اجيب لي ابو ال 2 يعني ابو الثنين اللي يسمونه بالسوق، ابو النحاس ابو الثنين ما اقدر انقل فيه 10 امبير، يعني يحتاج ابو الثلاثه مثلا اذا اريد استخدم الالمنيوم. فهنا انه كلما زاد الموصليه الاكس سكشنال اريا اللي هي مساحه المقطع العرضي راح تقل، وهاي بها فائده انه كل ما تقل مساحه المقطع العرضي انه راح تقل مساحه المقطع العرضي اللي موجود، وهذا يؤدي انه بعد هاي طبعا من الخصائص مالته انه هذا الموصل يعتبر هوموجينيس متجانس، النحاس يعتبر متجانس. بعد ايش عندنا مشاكل في هذا انه يعتبر كل فعال وما متوفر بكثره، ولذلك يندر استخدامه لهذه الاغراض، يعني خصوصا بالترانسميشن والديستريبيوشن نادر استخدامه، بس الدول اللي تحمل التكلفه وتحمل وانه متوفر عندها هاي الماده تستخدم النحاس بالتوزيع. حتى الاسلاك احنا الموجوده بالعراق حاليا كلها موجود الالمنيوم، يعني سواء كانت اسلاك تعليق او انه الاسلاك اللي هي حتى هاي الضفيره اللي موجوده حاليا يوزعون بها هي الالمنيوم والنحاس. يجوا الى خيار الالمنيوم النوع الثاني، هذا رخيص وخفيف لايت يعني مو ضوء وانما خفيف اذا قارنا بيه بالنحاس. مشكلته شنو؟ التوصيليه مالته راح تكون اقل، او انه التنسل سترانس هم اقل، يعني الشد من الطرفين ما يقدر انه يسحبه من الطرفين، لانه انت تصور هسه عندك سلك نحاس صغير جيبه هسه وسلك الالمنيوم، النحاس حتى لو شده من الطرفين عادي، يعني سواء كان شعيرات او قطعه واحده يتحمل انه الشد من الطرفين، يعني عرضه انه لا سحب من الجهتين وشوف، لكن النحاس يطق العفو الالمنيوم يعني يطق ينفصم بتعبير الدارج. طبعا هنا في خصائص انه الموصليه مال الالمنيوم هي تشكل 60% من النحاس، لذلك اذا اريد انقل لنفس المقاومة، ومن أقول نفس المقاومة معناه نفس التيار، إذا أريد أنقل نفس التيار فمساحة المقطع العرضي لازم تكون حوالي 1.26 مرة من القطر مال النحاس. يعني إيش قد مثلا عندك أنت النحاس، نفرض 16 ملم تربيع المساحة مال النحاس، إذا تريد ألمنيوم تقول 16 في 1.26 شوف ايش قد مساحة السلك مال الالمنيوم المناسب حتى تستخدمه. هذا راح يدخلنا في مسألة أخرى، انه راح يزيد المقطع مال من؟ المقطع العرضي مال الأسلاك. وإذا زادت انه المساحة السطح المقطع العرضي مال السلك راح يكون انه greater surface to wind pressure، راح يكون ضغط الهواء على هذا السلك أكثر. يعني هسه انت من تجيب بالهواء تعلق لك ابو الواحد مو مثل ما تعلق ابو الستة، لانه هذا انه الهواء يضرب بيه اكثر. زين اذا انه مساحة فكيف يعني اذا ابو ال 400 انه تستخدم 400 كيلو فولت، فكل ما يزداد المقطع العرضي انه ضغط الهواء راح يكون عليه اكثر، اذا ضغط الهواء يكون عليه اكثر يحتاج لك انه الابراج المستخدمه انه يكون الدعم مالتها اكثر، لذلك يستخدمون هنا انه ابراج اعلى، يعني ما يستخدم انه زي برج عالي، وحتى يكون انه جريتر ساج. الساج يقصد به التدلي، يعني انت عندك هنا برج وهنا برج المسافه بيناتهم 100 او 150 متر، فهنا مثل هذا ارتفاع البرج يعني 30 متر وهنا ارتفاع البرج 30 متر، فيشوف التدلي النقطة هاي بالوسط أكثر شيء شقد تنزل عن الأرض، هل هي 30؟ مستحيل 30 طبعا، يعني شقد توصل 20، يعني هاي المسافة التدلي فشقد
تدلل سلك، تدلل عشرة، نزل عشرة على المستوى الطبيعي. فهم يستخدمون انه أبراج عالية حتى مهما كان التدلي كبير انه يكون ضمن المواصفات اللي مطلوب. الألمنيوم كوندكتر وصل الألمنيوم وان هارت يعني نصف وزن النحاس، النحاس ثقيل شباب، إذا نستخدم نحاس معناها المسافة لأنه ثقيل، المسافة ما بين عمود وعمود لازم تقل، يعني إذا المسافة الأساسية أنه أنقل بالألمنيوم ما بين عمود وعمود 50 متر لازم بالنحاس تكون 40 متر، لأنه النحاس أثقل، وإذا أثقل راح يشكل الأسلاك، مجموعة الأسلاك راح تشكل ضغط على العمودين اللي هي مربوطة بيناتهم، فلذلك تكون المسافة أقل. فالألمنيوم هو نصف تقريبا، لأنه نصف فيحتاج إنه for this reason the supporting structure إنه السندات الداعمة للألمنيوم to make strong as that cover conductor. سولفنا شو الألمنيوم conductor، قلنا أنه هو يكون خفيف. إذا كان خفيف هنا ايش راح يسوي؟ يحتاج الى larger cross arms are required، يعني صوت السلك راح يكون وزنه خفيف، من يضرب به الهواء راح يتحرك مسافة لو ما يتحرك، يعني يتحرك، فيحتاج انه larger cross arms انه هاي القاطع العرضي ازيده حتى انه من يتحرك ما يصطدم بالسلك الثاني. بعد انه lower tensile strength انه نتيجة انه الشد مالته يكون مو قوي، فلذلك الساق راح يزداد، هاي التدلي ما بين عمود وعمود لانه ما اقدر اربط من الجهتين بقوة اسحبه بقوة، لان اذا سحبته بقوة راح انه يتعرض الى انه الكسر، الفصم يسمونه بالدارج، فراح يكون الساق انه كبير. فهاي مجموعة خواص اللي هي كلفته، مواصليته، الشد مالته، الوزن مالته، تخليه هو خيار مرغوب اذا ما قارناه بالنحاس، باعتبار انه مسألة الكلفة هو احسن من النحاس، وبس ذن النقطتين النحاس افضل من عنده، الوزن هو افضل من النحاس، فلذلك مرات يرجحوه يخلوه هو الخيار الشائع اللي موجود عندنا النقل والتوزيع. النوع الثالث اللي هو ستيل كورد ألمنيوم. الستيل كورد ألمنيوم هنا هذا هنا شكلي واضح، قال انه الألمنيوم ما اقدر اشده زايد، اذا سويت له شد يعني قوة الشد ما تزدادت راح انه ممكن ينهار الموصل، فشلون يدعمون هذا الموصل؟ خلوا ستيل بالوسط، يعني ذني 6 أسلاك خارجية هي ألمنيوم، بالوسط خلوا الستيل، والستيل معروف انه بالشد مالته، بحيث انه بارحة شفت انه بالمتحف البريطاني اكو سيف مال الساموراي اللي هو مصنوع من الستيل، هذا السيف قادر انه اذا شعرة تنزل انه يقطعها الى جزئين وكأنه صنع اليوم يعني، وهو العلم عمره 1000 سنة. فالستيل معروف بقوة الشد مالته، يستخدمه سابقا انه بصناعة السيوف. فهنا يجيب انه 6 موصلات ألمنيوم بالوسط اكو ستيل، فهذا راح يزيد قوة الشد بالنسبة لهذا السلك. فهنا يذكر السبب، يقول لي انه قوة الشد قليلة بالألمنيوم راح ندعمه انه ما يقدر انه اودي المسافات بعيدة او مسافات طويلة، سبان المسافة يعني سبان الفراغ اللي موجود ما بين عمود وعمود، فلذلك استخدموا هاي الدعامات حتى يقدر انه لونج ديستانس ترانسميشن، يرسل الى مسافات بعيدة ويزيد الشد على خلاف الألمنيوم. هذا الشكل هو يسولف عليه طبعا بخصائص 2 الادفانتج، هنا يعزز انه الشد وبنفس الوقت يحافظ لي على الخفه مال السلك، يعني يقل وزن انه خفيف. سميلر ساك التدلي لانه ازداد الشد، التدلي اعتيادي انه راح يكون اقل، اذا اقل التدلي
مال الأبراج ممكن أنه أستخدم برج أقل ارتفاع، وبالتالي هذا يوفر لي بعملية الكلفة، لأنه أنت وزن يعني ارتفاع البرج أو الهيكل اللي يبني من عند البرج يختلف عن ما أنه السلك، الكلفة مال السلك، فالبرج جدا عالي الكلفة مالته. وإحنا قلنا عموما يعني بالتوزيع شباب، خاف يجيكم سؤال انه ازيد كلفه بالتوزيع هي المحولات، يعني بس هنا بالترانسميشن لاين هي الابراج انه تكون ازيد كلفه. النوع الرابع اللي هو جلفنايزد ستيل. الجلفنايزد ستيل قلنا انه الستيل يكون خفيف، فيري هاي تنسل، انه ممكن الشد مالته يكون قوي، شد مالته. فهنا ممكن استخدم بينا بالمسافات البعيدة. اجي هنا جلفنايز ستيل، قلنا انه هذا يصنع من عند الفلانير اللي موجودة، شنو مميزاته يعني عند البقية؟ هنا they have طبعا ها for short line section، يعني الناس نكمل العبارة، جلفنايز ستيل كوندكتر can be used for extremely long span، يعني مسافات طويلة، for short line section expect abnormally high stress. ها هنا الابنورمالي، اسمع abnormally يعني هنا العوامل غير طبيعية، عوامل ظروف جوية غير طبيعية، فهنا راح يتحمل انه عوامل. يعني هنا شباب هسه ذا نجي نريد نوضحها بصورة اكثر. الستيل قلنا انه يتحمل انه شد اعلى، هنا لانه الجلفنايد ستيل يعني هو ستيل ويجي انه شنو مقلبن، يسمونه المقلبن، الستيل المقلبن، فيستخدم بالمسافات الطويلة او بالمسافات القصيرة اذا كانت العوامل التي يتعرض لها انه الخط الناقل هي غير طبيعية. طبعا هنا يفضل وين يستخدم؟ بالمناطق الريفية، مناطق الريفية يفضلوه. زين المساوئ مالته poor conductivity، الموصلية مالته قليلة والمقاومة عالية مال ستيل، كل ما تزداد المقاومة يقل التيار الماء، تحتاج الى مقطع مال السلك يكون اكبر، فلذلك لا يفضل استخدامه اذا كانت القدرة انقل به قدرات المسافة طويلة. اذا هذا النوع يفضل انه بالمناطق القصيرة، يعني مسافات قصيرة وعوامل غير طبيعية، يعني عوامل انه ممكن مختلف العوامل يمر بيها، فلذلك بالعوامل يعني المساحات الريفية يستخدم، نقدر نقول ما يفضل انه يستخدم في المسافات الطويل. بالنسبة للنوع الأخير اللي هو الكادميوم كبر، يعني هذا النوع الأخير بالنسبة للأسلاك، الكادميوم يعني يضيفه للنحاس، فيضيف 1-2% كادميوم للنحاس حتى يزيد عملية التنسل ستانس الشد، يزيد الشد بحوالي 50%، لكن من أنه زاد عملية الشد بهاي النسبة العالية راح يقلل التوصيلية مال النحاس 15% تقريبا عن النحاس الصافي البيور كبر. لذلك يقول ممكن انه يستخدم exponentially long span. الكلفة مالته طبعا مال الكادميوم راح تكون هي كلفة عالية، الكادميوم حالها حال النحاس او اغلى من، فهو يزيد الشد يقلل كفاءة النحاس النقي وكلفته عالية راح تكون، فكعامل اقتصادي ما يفيدنا يعني بصراحة، كعامل اقتصادي ما يفيدنا يعني، لأنه where the cost of conductor material is comparative small، يعني ها يقول هي كلفة الموصل إذا أقارنها بكلفة الدعامات أو الأبراج تكون جدا قليل. نجي الى اللاين سبورت اللي هي
هي راح يجي على الأعمدة. طبعا الفيديو صار 30 دقيقة، فراح أفصل التسجيل وسجل فيديو ثاني يستكمل به الموضوع إن شاء الله.